يقول الإمام سلام الله عليه: إنما الإنسان أو إنما المرء في هذه الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا. الغرض، الهدف، كانوا يحطون الرماة لما يردون يتعلمون على الرمي يحطون هدف ويضربون هالهدف. الإمام يشبه الإنسان في هذه الحياة بالهدف المركز، والرماة داير مدايرة تتعاور من كل جانب ومكان. كيف؟ يعني لتوضيح الفكرة، الآن لو نجي نبحث عن مداخل اللذة في جسم الإنسان، ايش كثر هي؟ عندنا مداخل اللذة الحسية ومداخل اللذة العقلية. مداخل اللذة الحسية، فرد أكلة طيبة يأكلها الإنسان، يذوقها بلسانه، يتذوقها جميلة ما طولها بحلقة، زين؟ نغمة يسمعها بأذنه جميلة يستجعلها بصورة مؤقتة إلى أن تنتهي، زين؟ منظر يشاهده بعينه، منظر روضة، منظر خضرة، منظر وجه، منظر لون من الألوان يرتاح إلى، زين؟ بعد شيء يلمسه الإنسان بيده ينقل الحس شعور باللذة إلى العقل عن طريق اللمس اليدوي. هذه ترى كلها مداخل اللذة، تحسبها 3 4 5 مو أكثر، زين؟ لكن تعال إلى مداخل الألم، شوف مداخل الألم إيش كثرها، منين يجي لي الوجع ما يدري، من أي مكان ما يعرف الإنسان. ممكن أن يجي الوجع عن طريق الأطراف، عن طريق الباطن، عن طريق الظهر، عن طريق الرأس، عن طريق الكتف، من أي ناحية الواقع ما يدري من أين يهجم عليه الألم. فرد هدف منصوب والرماد داير مدايرة، الرماد وهو غير شاعر ما يدري أن هذه يمتى يا رمية منها الرماد، يا رمية منها الرميات بسرعة، يمتى مش عارف هو في الواقع، زين. بعدين مداخل اللذة العقلية، مداخل اللذة العقلية تجيك منين؟ الواقع تجيك من طريق العلوم العقلية، والعلوم هذه أنا لما أقرأ لي بكتاب مثلا فرد حادثة بيها عبرة بيها عظة أستفيد من عدها، لما أسمع لي نظرية عقلية جميلة يلتذ بيها عقلي، زين؟ لكن هذه مداخل اللذة العقلية وحدة، الاستفادة بالعلوم العقلية بس. تعال شوف مداخل الألم النفسي ايش كثر. تشوف لك فرد منافق يمزق بطنك، يمزق أمعائك، نبه لي زين، ألم من الآلام. شوف لك فرد مجرم في الحياة، هذا يدفع إلى نفسك صنوفا من الشعور بالألم. شوف لك فد إنسان عنده مشتهاية أن يأذي الناس، يتشهى أن يأذي المجتمع، يعني ما يصدر من عنده خير. أنت تبقى هاي الآلام النفسية تحير، منين يجيك الألم النفسي؟ من أين يأتيك الألم النفسي بالواقع؟ تحار. أرادت الشريعة، أراد الدين أن يبني الإنسان بها، أراد الدين